مساء الخير مشاهدينا ارحب بكم الى هذه الحلقه الجديده من بصراحه على شاشه سكاي نيوز عربيه ارحب بضيفي رئيس الوزراء التونسي السيد المهندس مهدي جمعه اهلا وسهلا بك معنا سياده رئيس الوزراء مرحبا بكم تونس اولى محطات الربيع العربي توصف تجربتها بانها الانجح مقارنه بالاخرين واعتمادا على هذا الرصيد يتوجه التونسيون الى مراكز الاقتراع لانتخاب البرلمان والانتخاب الرئيس فيما بعد مشهد ايجابي كما يقول المتفائلون ولكن لا يخلو من مصاعب وتحديات كما يرى اخرون وهذا في ظل استقطاب حاد ميز المرحلة الانتقالية، في ظل هذا الاستقطاب برز اسم مهدي جمعة كحل توافقي يرضي الجميع لرئاسة آخر حكومات المرحلة الانتقالية. في الموعد جاء أستاذ الهندسة الميكانيكية ساعياً لضبط إيقاع المسيرة السياسية ولإصلاح الخلل في آليات عمل ملفي الأمن وملف الاقتصاد. وبعد أربع سنوات من الثورة تثار أسئلة تتعلق بما جرى في الماضي وبما هو متوقع نلتمس الإجابات عندما يحمل بيديه الملفات ومن هو مطلع على كل الحقائق والبيانات إنه سيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية وقد وعدنا اليوم بأن يتحدث بصراحة لو سهلا معنا سيادة الرئيس الوزراء أهلا وسهلا طبعا اليوم أول مهمة كانت للحكومة التي ترأسها حضرتكم كانت إنجاز الانتخابات التشريعية ومن ثم الانتخابات الرئاسية بعدها بشهر كما ذكرنا في المقدمة انتخابات في غاية الأهمية لأنها هي التي ستحول تونس ستنقلها رسميا دستوريا من حالة الثورة من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة إلى حالة الدولة المستقرة بكل تفاصيلها. ومن هنا طبعا تأتي حساسية هذه الانتخابات، أهمية التأكد من نزاهتها سيد جمعة على رأس اليوم الأسئلة. كيف يمكن لكم أن تقولوا لكل من يشكك، لكل من هو قلق بحسن نية أو غيره بأن هذه الانتخابات ستكون نزيهة مئة بالمئة. شكرا لك كما قلت يعني الانتخابات هذه من كانت من اولويات مهمه الحكومه هذه هي تهيئه المناخات السياسيه والاجتماعيه والامنيه لاقامه الانتخابات وباش تكون انتخابات نزيهه شفافه وحره ومستقله. اليوم كثير من العوامل اول شيء المناخات اللي وفرناها لتحييد الاداره، مناخات اللي وفرناها لتحييد المساجد وكذلك كل التنظيمات اللي وقعت في هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات هذه واللي تشرف يعني عليها يعني بعيد على إشراف الحكومة هذا من ضمانات لشفافية الانتخابات وكل ما هيئنا له كحكومة كدائرة محاسبات لمراقبات المالية وكذلك العدد الكبير من الملاحظين اللي حاضرين اليوم في تونس يعني فيه أكثر من ثمانية ما يقارب ألف ملاحظ أجنبي اللي عندهم خبرة في تسيير الانتخابات وفي مراقبة الانتخابات وما بين عشرين و وعشرين ألف مراقب تونسي هذه جميع العوامل هذه إن شاء الله باش توفر لنا مناخ سليم لتكون الانتخابات غير مشكك فيها نزيهة وشفافة. سيادة رئيس وزارة هناك أصوات على تقول بأن هذه الهيئة العليا المستقلة هي بالفعل غير مستقلة بمعنى أن هناك اختراقات لنفوذ سياسي من بعض الكيانات تحديدا من حزب النهضة لهذه الهيئة يتكلمون يعني ابتداء من المشرف على منظومة الإعلامية للهيئة حتى رؤساء الأفرع ويتحدثون عن سيطرة النهضة على معظم الإدارات المحلية كيف تجيب على هذا؟ هي هذه هي مستقلة وهي هيئة اختيرت في المجلس التأسيسي بتوافقات وبتصويت الأغلبية ويعني من بعد تبقى الهيئة هذه يعني اخيار الجميع أنا ما عنديش تدخل في الهيئة هذه ولكن بالنص كثير مع الهيئة ومن خلال التنسيق والعمل المكثف مع الهيئة هذه اللي لاحظته كونها فيها كفاءات ناس حقيقة تعمل صباح وليل، عرقيل ومشاكل كبيرة قدرت تتجاوزها، فلما طرحت بعض الإشكاليات اللي هي هذه عملت على الإشكاليات هذه بجدية للتلافيها، وأنتم تعرفوا يعني هذه تجربة فريدة من نوعها وأولية. طبعاً يعني الشكوك تأتي كما ذكرت لك سيد جمعة من الحرص أيضاً، يعني هناك اليوم من يقول بأنه هناك تواجد كبير للمال السياسي يستعمل في هذه الانتخابات. وجود عدد كبير من رجال الاعمال ضمن هذه الانتخابات بمقدراتهم الماليه اثر لاثاره هذه الشكوك. وايضا هناك مال سياسي يعني يدفع بشكل جماعي لبعض الاحزاب او الاطراف التي تتنافس في هذه الانتخابات هل لديكم اي قلق من هذا الامر خصوصا انه يقال انه ليس هناك اليه لكشف الاستعمال المالي السياسي في هذه الانتخابات هي من ضمن المسائل اللي تهيئنا لها هي مساله المال السياسي ف ناكد لكم كونه كل اجهزه الدوله اللي عندها ضلع في مراقبه المال هي مجندة دائرة المحاسبات مجندة البنك المركزي مجند الهيئة العليا مجندة كان صار فيه تنسيق لمراقبة المال فيه حساب لكل مرشح أو لكل حزب حساب موحد اللي كل المصاريف تقع عليه وفيه مراقبة وقررنا يعني في المدة الأخرى لتكثيف المراقبة ففيه كشف لكل الحسابات كل ثلاثة أيام حتى نتأكد من اول من كونه ما فيش تجاوزات وكذلك القضاء سيراقب ذلك فكل تجاوز سنحاول نتلافاه ولو صار تجاوز من بعد سيحاسبه القانون ولكن الذي يخيف البعض هو يعني المال السياسي كما تعرف حضرتك خصوصا في مجتمعاتنا ربما في هذه الدول الناشئة التي تحاول أن تكون يعني دول حقيقية المال السياسي يكون غير صريح، يعني مثلا التبرعات الخيرية من من بعض الجهات الإسلامية، كيف لكم أن تعرفوا وتحددوا ما الذي يذهب لصالح شراء الذمم وما الذي يكون بالفعل فقط تبرعات بعيدة عن الهدف الانتخابي؟ يعني كل القوانين والقواعد اللي وضعت لتهيئه وتاطير العمليه هذه وعمليه التمويل هي اخذت بعين الاعتبار كل هذه الهواجس وحاولت تقننها وتنظمها فلو احترمنا كل هذه القواعد من المفروض كونه ما تصيرش تجاوزات وانت قضية المال السياسي يعني في أي انتخابات أنا عشت في بلدان أخرى يعني في أي انتخابات بتثار هذه قضية المال السياسي إن شاء الله نكون وفقنا في التقدم خطوة كبرى من أجل الشفافية وإحكام استعمال المال في السياسي وهي تجربة أولى وأنا من متأكد كونه في التجارب اللي باش علينا يعني في في المستقبل سنكون تحسنا ووضعنا قواعد أكثر صرامة. طيب التحليلات اليوم تشير إلى أن الناخب التونسي يشعر بالفتور ربما تجاه هذه الانتخابات التنظيم ربما عملتم على ان يكون بمستوى مرضي ولكن بالنتيجه مزاج الناخب هو مزاج الناخب ويبدو اليوم بانه يشعر بالفتور هل لك ان تفسر لي هذا المزاج اليوم عند التونسي اظن كونه الفتور جاي من بعض من خيبه الامل عند عند بعض الشرائح اللي كانت عندها انتظارات كبرى من السنوات اللي جات بعد الثوره لانه الثوره كانت نجاح باهر وكان يعني في مخيل في المخيله العامه كوني ستفض كل المشاكل يعني نسينا كونه في فتره انتقاليه والفتره الانتقاليه هي فتره صعبه وفي بعض الاحيان تزيد تعقد المشاكل وكذلك الخطاب السياسي اللي كان موجود يعني بعد بعد الثوره ما كانش خطاب كان يوضح كان خطاب فيه بعض من الـ يعني الـ الاحلام اللي اللي ممكن يعني سوقت الوعود الفارغه يعني بعض الوعود اللي ما مبنيه على درايه حقيقيه بالوضعيه والاشكاليه واللي كان فيها ممكن نوع من الاوبتيميزم آه اللي خلى كل انسان يحلم كونه سنتجاوز كل المشاكل ولكن أكم تشوفوا انتم يعني في كل البلدان اللي صار فيها تغير الفترات الانتقاليه صعبه وصعبه جدا ولكن الحمد لله في تونس آه بعد كل هذه التجاذبات هذا اللي اثرت على المواطن التونسي واللي القاها ما تحلوش مشاكل كثير من التجاربات كثير من التشنجات بعض الضغوطات الاجتماعيه اللي خلات آه فيه آه نوع من المسافه مع الطموح والاندفاع اللي صار بعد الثوره ولكن سيد جمعه اليوم الشارع يشعر بالفعل كما ذكرت بنوع من المسافه دعني اذهب الى الى كلمه ربما حاده اكثر وهي الاقصاء لان اليوم السباق الانتخابي السياسي بشكل عام تشريعي وبعده الرئاسي ونتكلم طبعا عن الحكومه بينهما ينحصر بين الكبيرين بين مشروعين مشروع النهضه ومشروع نداء تونس مشروع النهضه الذي هو حزب اسلامي يخيف الشارع التونسي لارتباطاته بمشروع الاخوان المسلمين بشكل عام وباجندته الدينيه ولديك نداء تونس الذي يخيف او يعني يثير بعض الشكوك بوجود عناصر من النظام القديم فيه، وهنا يشعر الناخب التونسي بان لا هذا يمثله ولا ذاك يمثله ولكن هم يتقاسمون الكعكه. كم هذا التشخيص دقيق؟ يعني أنا نتصور هذا كان ممكن الواقع بعد الثورة وفي خلال الانتخابات التي أدت المجلس التأسيسي ولكن المشهد السياسي تطور فإحنا ما عادش في صدام ما بين إسلامي وغير إسلامي صار فيه دستور اللي وصار بتوافق يعني 92% صوت عليه ب 92% صارت فيه حوارات صار فيه حوار وطني فيه تقارب اليوم الصراع سيكون أكثر مع الصراع إيديولوجي ولا صراع يعني ما بين كتلتين كبيرين فيه كثير من اللاعبين السياسيين بطبيعة الحال القوى اللي ذكرتها هي قوى لها وزنها في المشهد السياسي التونسي ولكن أنا أتصور كونه الناخب التونسي اليوم سيختار أكثر على البرامج عارفين التحديات الفترة هذه كونتنا وعي بالتحديات الأمنية بالتحديات الاقتصادية بالتحديات الاجتماعية وانتظارات التونسي الناخب اليوم يعني انتظارات بمعيار الحلول اللي ستقدم للمشاكل اللي ولينا كل واعيين بها طيب ولكن ضمن هذا التفسير لك هل كيف تتوقع خريطه البرلمان الجديد إذن؟ آه والله يظهر لي انا في موقعي صعب كوني اعطيكم اي حكم، آه في حاجات يعني متاكده هو كون كنا اتفقنا على تكوين دوله مدنيه فيها مؤسسات قويه، فيها قانون هو السلطان وهو الفيصل في الـ في, الـ في المنظومه السياسيه الجديده، واللي فيه تحديات والمنظومه هذه مهما كان لو كانت حزبين ثلاثه احزاب او ائتلاف فيه عندها تحديات لازم تاخذها بعين الاعتبار ولازم تبدا في حل المشاكل من من يعني بصفه توافقيه ولو كانوا زوز او ثلاثه احزاب مجبورين يعني لما نشوف التحديات اللي ما اللي, اللي موجوده مجبورين انهم يكونوا منفتحين على المعارضه وعلى المنظمات الاجتماعيه اللي هي لعب سد اساسي والمجتمع المدني يعني اذا نجح حزب على اخر بفارق كبير هل سيكون كل شيء بالتوافق كما كانت في هذه المرحلة؟ أم شرعية الانتخابات؟ يعني إذا نجح حزب على آخر بفارق كبير هل سيكون كل شيء بالتوافق كما كانت في هذه المرحلة؟ أنا في اعتقادي يعني أول شرعية بطبيعة الحال هي شرعية الانتخابات، ولهذا جعلت الانتخابات، ولكن احنا محتاجين لأنه تحديات وفيه قرارات لازم تكون شجاعة، محتاجين لأوسع توافق ممكن، والتجربة نتاع ثلاث أو أربع سنوات الفارطة أثبتت لنا كونه لما بجانب شرعية الانتخابات نلوجوا على التوافق، نبحث على التوافق تكون عنا امكانيات اكبر وقدره اكبر على رفع التحديات فانا نتصور كونه تشكل في المشهد السياسي والساحه التونسيه وعي بضروره البحث على التوافق بجانب الشرعيه الانتخابيه سيد مهدي جمعه عندما نقول حكومه توافق او اي مؤسسات توافق تحديدا الحكومه يبرز اسم مهدي جمعه مره اخرى لرئاسه الحكومه هل انت مستعد لرئاسه اخرى هل انت مرشح لست مرشح وكنت اجبت على هذا السؤال يعني بكل دقه وصراحه لن أكلم. اجبت عن رئاسه الجمهوريه بس مش عارفه اذا على رئاسه الحكومه لا يعني بعد ما اجبت على رئاسه الجمهوريه جاء السؤال على رئاسه الحكومه فرئاسه الجمهوريه يعني هو من الماضي وان شاء الله كيف كيف رئاسه الحكومه في المستقبل ستكون من الماضي يعني لن اكون مرشحا انت ترفض ترشح ام لا تعرف اذا كنت مرشح يعني لا لا لن اترشح لن اكلف مرتين انا اعتبر كوني جيت على مهمه ركزت على النجاح في المهمه هذه وربي يوفقنا باعانه الجميع كون نتجاوز المرحله هذه بنجاح ونسلم البلاد الايادي امينه باش تكون منظومه سياسيه جديده باش تكون اغلبيه كائتلاف او مجموعه احزاب باش تكون عندها الشرعيه الانتخابيه الشرعيه الشعبيه لتقود المرحله الجايه أنا نعتبر كون المجموعة هذه رشحت على أساس البرنامج فهي ستنفذ برامجها أنا لن أستطيع أن أكون منفذ برنامج غير برنامجي ولا أستطيع أن أنفذ برنامجي في الوقت اللي فيه أغلبية رشحتها رشحها الناخبون لتولي مهام البلاد ولكن سأكون في خدمة البلاد ودوري اليوم هو إنجاح المرحلة ولكن بدأنا كذلك في إحضار القاعدة والأرضية للحكومة الجديدة حتى تعمل في أريحية لأنه أهم شيء نجم نعمل عليه اليوم هو مش تواصل يعني استدامة الحكومات هو في منظومة تعاقب الحكومات استدامة الدولة وديمومة الدولة ونعمل على هذا وأهم شيء هو تقوية الدولة واستمرارية الدولة نعم اسمح لي أذهب إلى فاصل قصير سيد رئيس الوزراء بعده نفتح ملفات الأمن الاقتصاد وعلاقات الخارجية التونسية بعد فاصل لو سمحت مشاهدينا لحظات نعود إليكم مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة كل اللي عادوا هم تحت الرقابة القضائية في اشياء ستكون مؤلمه لبعض الفئات ولكن سنحمي الفئات الاجتماعيه ان شاء الله ماذا فعلتم انتم في حكومتكم المجهر مسلط على تونس بحكم الانتخابات وفي كثير من الصحافه العالميه أهلا بكم مشاهدينا معنا بصراحة رئيس حكومة تونس السيد مهدي جمعة يتحدث إلينا من العاصمة التونسية مرحبا بك من جديد سيد جمعة تحدثنا قبل الفاصل عن ملفاتك تحدثنا عن الأولوية الأولى وهي الانتخابات الأولوية الثانية جدا مهمة هي الاقتصاد مؤشرات تونس ليست جيدة أبدا البطاله 15% تصل حتى 30% من خريجي الجامعات، الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض بنسبه حوالي 30%، نسبه النمو متدنيه، هذا بلد يحتاج الى ان تكون معطياته الاقتصاديه في يعني على الاقل في في الحدود المقبوله. كم يشكل هذا تحدي؟ ماذا فعلتم انتم في حكومتكم لانعاش هذا الاقتصاد المتدهور يعني شكل تحدي كبير بطبيعه الحال الاقتصاد انتم كما تعرفوا الثوره جات من اجل الحريه والكرامه ولكن زاد من اجل اعاده التوازن في التنمية بين الجهات وإعطاء مزيد من الفرص للشباب للتشغيل وخاصة فيه كثير من الشباب المتعلم في تونس ودرجة التعليم والكفاءات كبرى لما نشوفوا اللي صار في ثلاث سنوات اللي جات عقبة الثورة كان ثلاث سنوات سياسية بامتياز ولم نتمكن من معالجة المشاكل الاقتصادية ف في تقييمنا اليوم وإحنا الحكومة هذه أخذنا على عاتقنا كونه نبدأ معالجة المسائل الاقتصادية الاقتصاد يمر بفترة صعبة من لثلاث عوامل كل مركزين على الثورة والاضطرابات صح صارت اضطرابات سياسية اضطرابات اجتماعية وهذا يموشي مناخ الملائم لتشجيع الاستثمار والاستثمار هو اللي بيخلق الثروه وهو اللي يخلق النمو هذا الشيء الاول ولكن الشريك الاول الاقتصادي لتونس اللي هو اوروبا 80% من معاملات اوروبا مر في ركود من 2009 مع الوضعيه الاقليميه وخاصه جارة ليبيا اللي كان شريك كذلك اقتصادي راكم تشوفوا الحاله فتقاطع واجتماع العوامل هذه الكل حتى الضغوطات كبيرة على الاقتصاد التونسي وهذاك علاش يمر بصعوبات وما كانش لحل الأزمة وكذلك اللي اه إعطاء الأمل للشباب في الطموح ما بعد الثورة ولكن في نفس الوقت حتى نكون موضوعين الاقتصاد هذا ما أبطشر الركود يعمل في معدل تنمية نمو في السنوات الأخيرة ب 2% في نفس الوقت يمر بأزمة ولكن في نفس الوقت أظهر صلابة لأنه تحت ضغطات هذه الكل الاستثمار تراجع الاستثمار الأجنبي ولكن نشوفوا الاستثمار كان كان مازال موجود وخاصة اللي عارفين بالواقع التونسي فهذه حقيقة لو نريد ضمان استمرارية الديمقراطية التجربة الديمقراطية فمن من المسؤولية ومن الواجب معالجة الاقتصاد اللي اعطاء الفرصه للشباب وهذا اللي على عاتقنا احنا في خريطه الطريق ما كانتش فيه التزامات اقتصاديه ولكن رأينا من مسؤوليه كوننا نبدأ في معالجه الاقتصاد وقمنا ببعض الاصلاحات فأول ما قمنا به هو اعاده بدء اعاده التوازنات للماليه العموميه اللي هي شهدت ضغط اجتماعي بحكم الاحتجاجات فزياده في كتله الاجور بحكم الانتدابات اللي صارت في الوظيفه العموميه والزيادات وكذلك صندوق الدعم اللي كبر يعني بطريقه تشكل عبء علي ف باصلاحات في, صنف في في صندوق الدعم نعم. في ناحيه الترشيد طيب حسب ما فهمنا من تصريحاتك قلت نحن بحاجه لاصلاحات مؤلمه الكل فهم مؤلمه يعني الفقير سوف يعاني اكثر وربما مؤلمه لان الدوله قد يعني تجابه بعض الاحتجاجات ربما تكون يعني خطيره في هذه المرحله السياسيه انت تعرف بعد الثوره اي يعني في كل بلدان الربيع العربي تخيل المواطن انه مع ذهاب يعني الطغاه الذين كانوا يحكمونهم سوف تتوزع ثروتهم وثروات التي كانت يعني تغدق على البلد على كل مواطن واذ به العكس فاذ به يتوزع خطط الرفع الدعم خطط يعني هذه الاصلاحات المؤلمه التي تتحدث عنها يدفع ثمنها الفقير مره اخرى كيف يمكن اليوم ان تتعامل مع هذا الوضع التونسي مع المناطق الفقيره مع تداعياتها السياسيه مع خوف من احتجاجات والى اخره اليس هناك بديل لرفع الدعم لا بطبيعه الحال احنا في تونس كنا حريصين وحتى الحكومه هذه كانت حريصه كل عمل او اصلاح اقتصادي لازم ان نراعي فيه الجانب الاجتماعي لانه من غير توازن اجتماعي فيمكن ارباك المرحله ككل. فلو ناخذ موضوع الدعم يعني بدانا في الاصلاحات احنا الحكومه هذه بدات في اصلاحات واصلاحات اللي كنا ننتظرها ممكن انا اتذكر لما كنت طالب كنا بنحكي على على رفع صندوق الدعم، فبدانا فيها ولكن بطريقه متوازنه. فاخذنا عملنا تحليل وتشخيص كامل لمنظومه الدعم وبدانا في خاصة فيما يخص الطاقة في ترشيد الدعم فعملناه كل الطبقات الضعيفة ما رفعناش الدعم الطبقات م. المتوسطة عملناه بتدرج أنت والاستهلاك متاعك أنت والطبقة الاجتماعية تصاعد رفعنا بصفة تصاعدي وعملناه يعني ما قلناش رفع الدعم قلنا ترشيد الدعم أنا في تقديري اليوم باللي, باللي قمنا به بداية الإصلاحات مع وضوح الرؤية السياسية اللي هي مهمة لاي عمليه اقتصاديه مع استرجاع الامن والاستقرار في تونس ان شاء الله بيع سنتين او ثلاثة سنوات من الجهود ومن الاصلاحات، الاصلاحات يعني مؤلمه ما معنى مؤلمه؟ الاصلاحات يعني فيه توازنات اليوم اللي يلزم نبدلها وفي كل توازنات فيش يكون عنده مصلحه في التوازنات وفيش شكون ما عندوش مصلحه، ففي اي تغيير فيه اشياء ستكون مؤلمه لبعض الفئات ولكن سنحمي الفئات الاجتماعيه ان شاء الله. طيب الامن احدى اهم يعني العوامل في كل شيء، في هذا الاستقرار الاقتصادي وفي الاستقرار السياسي وفي استقرار الدولة ووجودها بشكل عام. تونس شهدت بعض الحوادث الأمنية، دعنا نتحدث عن أقرب حادث شهده شهدته يعني حواف العاصمة وهو اجتياح لمنزل، أي تفاصيل يمكن أن تقول لنا وتشاركنا المشاهدين. أول شيء نقوله كونه في إطار تهيئة المناخات للانتخابات المناخ الأمني كانت عنا خلية الأزمة وكانت عنا خلية في وزارة الداخلية اللي انكبت منذ أكثر من شهرين على تهيئة, تهيئة الأمنية على الجانب الأمني في الجانب الأمني فيه تهيئة لما قبل الانتخابات أثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات ما قبل الانتخابات فيه عملية انتشار واسعة وعملية التوقي ويقظة للأجهزة الأمنية العملية اللي صارت الأمس هي مش عملية إرهابية هي عملية أمنية لإجهاض عملية إرهابية وفي الأسابيع والأشهر الأخرى عارفين كونه فما تهديدات كبيرة على هل النموذج التونسي وعلى هذا مسار هذا لأنه يعتبروه مازال هش في في فترة الوقتية وهو مناقض لمشروع الجماعات هذه اللي هو مشروع تأسيس دولة متمكنة دولة قائمة على القانون وعلى المؤسسات وهذا شيء ما يعجبش أصحاب الأفكار التكفيرية والإرهابيين ف في في النطاق هذا قمنا بهذه العمليه هذه اللي مكنتنا من القضاء معناها من ايقاف الارهابيين ولا معلومه على اصل الخليه واللي حاصرناهم واخذت شويه وقت لانه فيه جانب انساني حبينا نرعيوه قبل كل شيء وقعت في اطار قانوني وتحت رقابه القضاء ولكن فيه جانب انساني لانه استعملوا اطفالهم كحمايه او كدروع فاحنا الهدف نتاعنا القضاء او التمكن من هذه الخليه الارهابيه مع م. آآ آآ معناها انجاد هالاطفال وكانت فيه نساء كنا يعني حاولنا كذلك انقاذهم وهو الهدف كنا حاولنا تكون الـ الـ التمكن من الخليه الارهابيه بدون القضاء عليها لانه مهم حتى المعلومات التي يمكن ان تعطيكم اياها المعلومات م. اللي يمكن ولكن م. يعني هما كانوا اليوم يعني حتى حاولنا مع النساء وجو أقربهم باش يقنعوهم حتى لإنقاذ هالأطفال فكانت عندهم نية للمواجهة يعني حتى حتى الموت والحمد لله وقعت عملية نوعية مهنية من طرف الفرق هذه المختصة وتمكنوا ليقضوا الأطفال ليقضيوا على الإرهابيين وحتى جازفوا بحياتهم لإنقاذ الأطفال والحمد لله وهذا يحسب لهم من الناحية الإنسانية من الناحية القانونية ومن الناحية المهنية الأمنية نعم سيد مهدي كثيرون اليوم يقولون طبعا هذه الخلايا موجوده ولكن يتساءلون لماذا بهذا التوقيت تمت هذه العمليه كم فيها جانب دعائي لتاتي قبل الانتخابات خصوصا ان اليوم التقارير مخيفه عن عدد التونسيين الذين يذهبون للقتال في سوريا اعلى بلد يبعث بابنائه للقتال في سوريا هو تونس أه سأرد على الجانب الأول من السؤال هي ليست عملية دعائية صارت كثير من العمليات آه هذه الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة للتوقي وكذلك لأن المنظومة الأمنية آه ما زادت في نجاعتها تكلمنا عن العملية هذه لأن المجهر مسلط على تونس بحكم الانتخابات وفي كثير من الصحافة العالمية آه في الشق الثاني يعني لسؤالك احنا تونس يعني كنا عرفنا في السابق بتصدير الكفاءات والمنتوجات القيمة وان شاء الله تقعد هذه الصوره نتاع تونس اللي صار في الثلاث سنوات الاخيره يعني بعد بعد الثوره صار ارباك وضعف للدولة فتمكنت هذه المجموعات من دخول التراب التونسي لأنه مش من تقليدنا يعني مش من هذا شيء غريب علينا تمكنت باش تقوم بحملة دعوية يعني كنا نشوفه حتى خيامهم منتصبة في في شباب كانت عنده تعطش كانت عنده حرمان كان في في مناطق يعني صعبه وكان بارباك الدوله لانه تونس كان ديما قائمه على الدوله كان فيه فراغ وعدم وجود المشروع، مشروع الدولة الذي ديما كان هو جند الشباب من اجل العمل والكفاءه والدراسه فاستغلوا هذايا ليبيعوا له المشروع هذايا مشروع المشروع متاحهم. فتمكنوا في السنتين و... او ثلاثه من من تجنيد هالشباب وغرروا به ل... 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 لان يكون يعني في جبهه القتال في سوريا او في العراق وكذلك لان يخلق جبهه قتال هنا ولو ما كانش يعني مصرح به الحمد لله يعني ال... الـ الـ النزوح والذهاب الجبهات يعني قمنا بعمل جبار لايقافه والان عمليه الانتداب وانخراط الشباب هي في انكماش كبير في الداخل التونسي وقاعدين نعالجوا في اشكاليه رجوع هالشباب هذايا وهذه اشكاليه ما تطرحش كان على تونس تطرح على كثير من البلدان وفي هذا النطاق قاعدين نتعاملوا مع البلدان اللي عندها بعض التجارب في سبقت في المجال هذا ولكن نتعاملوا مع كل بلدان ما هي خياراتكم؟ ما هي خياراتكم من. اليوم للتعامل معهم؟ يعني اول 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 خيار هو يعني منحهم من من من, من, من السفر الثاني كوننا نعمل مع العائدين عن لانه عندهم العائدين ومن بعد العائدين العائدين كل اللي عادوا هم تحت الرقابه القضائيه يعني هذا اول مرحله وبطبيعة الحال من بعد يلزم نشوفوا في إمكانية إدماجهم للي قابل الإدماج وهنا قلت لك أن قاعدين نتحاوروا مع كل ما عندهم تجربة لأنه هذا حاجه دخيله على تونس جديده ما لناش التجربه فاول شيء هو ما تحت الرقابه القضائيه وهو ما تم اليوم طيب طيب بدي اسالك هل لديكم اي ارقام تقديريه على الاقل لحجم هذه الجماعات التكفيريه المتطرفه في تونس؟ اليوم كما قلت لك يعني هو اللي تم ايقافهم واللي مرتبطين بال يعني بالعمل الارهابي يعني الارهابي بكل 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 تفرعات و... اشكاله يعني تفرعاته اشكاله اللوجستيه او حاضنه او هو في حدود ال1500 بنعطيوك معناها احصائيات مدققه لا ما فيش اللي نعرفه كونه كان ممتد والان في حاله انكماش واللي نعرفه زاد حتى الجماعات اللي كانت متحمسه الان بدا يقل تحمسها وهذاك علاش فيه هروب حتى للجارة ليبيا من الجماعات هذه مانيش قادر نعطيك احصائيات طيب سيد يعني اسمح لي انصار لا لا نعم انصار الشريعه يقولون اولا بايعوا داعش بايعوا البغدادي يقولون نحن مستعدون لفتح جبهه في تونس هل ترى ان الحكومات السابقه قصرت بالحسم في موضوع الجماعات التكفيريه الارهابيه. يعني اليوم لما نرى مسار يعني الخلايا النائمه اللي قاعدين نفكوا فيها بطبيعه الحال هو نتاج صار في السنوات اللي بعد الثوره وهذا يعني ال... كنا مسؤولين عليه لانه اول شيء هو ضعف الدوله ولما ضعفت الدوله هم تمكنوا من الارض وتمكنوا كونهم فيه بعض القرارات اللي اتخذت ما كانتش في محلها ولكن انا حتى اكون موضوعي يعني كلنا نتحمل المسؤوليه واحنا تو في فتره انتخابيه وبطبيعه الحال مانيش باش نحاكم او باش نقول هذه الحكومه او لا تلك ولكن, الحكومة ولكن ولكن اسمح ف... لي سيد جمعه هو هو سؤال لابد ان اطرحه وانت لابد ان يكون لديك اجابه مقنعه عليه لان اليوم يسالون ربما وجود النهضه في الحكومه تحديدا التجربه الفاشله للترويكا وغيرها يعني من من قرارات هي التي اعطت غطاء ليس مباشر ولكن غطاء يعني بشكل او اخر سياسي لهذه الجماعات اريد جوابك بصراحه عن هذا الموضوع هل يمكن ان يكون هناك صحه في هذا التوجه شوف خلينا نكون واضحين احنا في الحكومه قمنا بخيار من اليوم الاول حتى تنجح الحكومه هذه لن ندخل في تقييم او في تجاذبات احنا اهم شيء هو توصيف الواقع وايجاد حلول للمستقبل وهذا اهم شيء بكل صراحه هي بكل دبلوماسيه يعني. <سؤال> لا يعني والله ما نعرفش كيف نسميها هذا جواب جاوب لا 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 يعني احنا تقسمنا الادوار منذ لا لا انا قلت لهم خلينا يعني مسؤولين على واقعنا وعلى مستقبل واقعنا والسياسيين نخليهم يخوضوا في في الماضي واللي ما نجموش السياسيين فيه المؤرخين ان شاء الله ان شاء الله يوفقوا في 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 تحليله منصبك منصب سياسي سياده رئيس وزراء انت جئت بتوافق وانت سياسي وهذا شأن سياسي وسؤال مطروح في الشارع أنت تميل للإجابة بنعم أم لا هل وجود النهضة أثر على هذه الجماعات على تكاثرها وأعطيك يعني هامش بشكل غير مباشر نعم أم لا يعني أنت قلت لي عندي يعني موقع سياسي اليوم وأنا موافقك والجواب اللي أعطيته لك هو جواب سياسي والجواب السياسي مش بال باللازم يكون نعم أو لا طيب خلاص بحترم رغبتك بعدم يعني عدم رغبتك بجواب على هذا السؤال اسمح لي اذهب الى فاصل قصير نعود بعده لنتحدث عن الجوار عن ليبيا عن الجزائر وعن علاقاتكم المغاربية بعد فاصل فاصل مشاهدينا نعود اليكم الشان الليبي هو واقع تونسي يعني التيار الاسلامي يتمسكن حتى يتمكن أخطر مع ليبيا لأنه ما فيش سلطة مركزية مغرم بالسياسة شعوب بالسياسة ولكن السياسة للتحليل لا للتحزب اهلا بكم مشاهدينا ننهي هذه الحلقه بهذا الجزء الاخير مع رئيس الحكومه التونسيه مهدي جمعه ارحب بك من جديد سيد مهدي جمعه تحدثنا عن الداخل قلت انا لا اريد ان ادخل بتجاذبات كلنا نتحمل مسؤوليه الاخطاء ولكن دعني اسالك عن الخارج ربما نستطيع ان نتحدث بحريه بصراحه اكثر على الاقل انت تستطيع ان تتحدث بصراحه اكثر اليوم لديك ليبيا خزان من المشاكل بالنسبة لتونس ولكن من الملاحظ أن تونس لا تلعب هذا الدور الكبير الذي يمكن أن يغير المعادلات في ليبيا كدور المصري ودور آخرين لماذا تبتعد تونس قليلا عن الشأن الليبي؟ لا احنا مش بقى. يعني الشان الليبي هو واقع تونسي لانه تعرف اللي عندنا يعني قرابه مليون و ألف ليبي بيعيشوا في تونس مستقرين وهم ضيوف عنا ونحن وهم مرحبين بهم في كثير من صور الليبيين الجرحى الليبيين بتوجهوا لتونس فالشان الليبي يعني مهم بالنسبه لتونس وكذلك الواقع الامني هو على حدودنا ومهم وفي حتى لما نقرا المستقبل ف اللي في ليبيا سيكون له تاثير كبير على الداخل التونسي فنحن حاضرين ولكن بطريقتنا. احنا في ليبيا كيف يعني؟ اه يعني عندنا موقف واضح. اول شيء نحن ضد اي تدخل خارجي في ليبيا ونحن مع عندنا قناعه كونه الحل في ليبيا ما على الا على ايدي الاخوان الليبيين فنحن نشجع كل الاطراف الليبيه من اجل الحوار ولو اليوم يظهر كونه الحوار بعيد وفيه تجاذبات احنا عندنا قناعتنا التجربه التونسيه اظهرتها يعني من لقوا حلول وحتى في بعض البلدان الاخرى من لقوا حلول الا بالحوار اسمح لي فقط الأطراف. بين أه. أه. هذا سؤالي هل هناك اتصال يوم مع كل اطراف النزاع المسلح في ليبيا نحن لدينا اتصال مع كل الاطراف الليبيه الا الاطراف اللي آه الارهابيه اللي عندها يد واللي عندها تهديد على الامن القومي التونسي كانصار الشريعه وغيرهم ولكن على نفس المسافه ولنا اتصال بكل الاطراف وكل الاطراف نشجعها على الجلوس على طاوله الحوار واحنا على ذمتها لتسهيل هذا الحوار ولكن نعتقد ما تنجم تكون هذا الا من الداخل الليبي نحن لا نعطي دروس لاي كان يهمنا الشأن الليبي الشأن الليبي متعلق وله تاثير مباشر على الشأن التونسي وطريقتنا في العمل هي هذه مع كل الاخوه الليبيين الجزائر موقفكم يعني ميدانيا اوضح دعني اقول يعني شعوركم بان الجبل المتاخم للجزائر وفيه بؤر ارهابيه تقلق الامن التونسي كيف ستتعاملون ما هو مدى التنسيق هل هناك خلافات سياسيه تحول دون التنسيق الامني احنا علاقاتنا مع الجزائر علاقات ممتازه العلاقات السياسيه العلاقات الاقتصاديه والعلاقات الامنيه والتنسيق واقع في كل مستويات السلطه يعني التنسيق مع مع السلطه السياسيه مستوى عالي واليوم وصلنا مع الاخوه في الجزائر الى تنسيق ميداني ما بين يعني الميدانيين ياخذوا قرارات يتشاوروا مع بعضهم عندهم يعني الضوء الاخضر من السلطه لانه واليوم اذا كان وصلنا عنا حكمنا الحدود لأنه فيه عمل جبار ومكثف من طرف الإخوة الجزائري من جانبهم وكذلك احنا قاعدين نكثفوا في النجاعة بتاعنا ففيه عمل ممتاز وأمن الجزائر من أمنا وأمنا من أمن الجزائر أيهما أخطر الإرهاب أمنيا يعني بالنسبة لتونس على الحدود مع ليبيا أم على الجزائر حتى اكون صريح مع الجزائر فيه تهديدات ولكن بطريقه التعامل اللي نتعاملوا بها احنا عندنا قناعه كون كل يوم نتقدم سيكون سنقلل من خطر الارهاب مع الحدود مع الجزائر واحنا زوز يعني في نفس في نفس القارب الاخطر مع ليبيا لانه ما فيش سلطه مركزيه متمكنه آه وتحمينا حدودنا اليوم احنا قايمين بحماية حدودنا وكذلك نعرف اللي في ليبيا في جماعات آه حتى تونسية فيه آه جماعات بتتدرب في جماعات راجعة من جبهات القتال في الشرق وبتترصد وفي كل العمليات اللي استبقناها الإرهابية اللي فككناها نلقاو فيه تواصل لوجستي بالمال أو السلاح أو التدريب في ليبيا فطبيعة الحال الوضع في ليبيا هو مقلق اكثر وله تاثير اكثر على المستقبل الامني في تونس. سيد جمعه هناك من يقول بان علاقه يعني كون حركه النهضه لها طبعا حظوظ كبيره في في حكم تونس وايضا لدينا الاسلاميين في ليبيا بان هذه العلاقه تجعل الموقف التونسي متردد او غير قادر على الحسم. هل هذا صحيح؟ لا يعني احنا نتعامل مع 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 القضيه هذه مش قضيه احزاب هي قضيه دوله وعندنا مصالح هي ما تتبدلش بمصالح الاحزاب هذا يعني واحنا في سياستنا الخارجيه يعني اه ثبتناها على مبادئ واضحه عدم التدخل مراعاه المصلحه الوطنيه اه يعني تطوير العلاقات الصداقه وكذلك اه مراعاه الامن القومي فهذه مصالح وطنيه، مصالح الدوله ما تبناش على تموقع احزاب او غيرها، فانا ما من نمنش بالنظريه هذه نتاع احزاب مع احزاب، والحكومه هذه يعني عملت بهذا بهذه الطريقه. سيد جمعه ولكن يعني هناك كثير من المخاوف تقول هذا تكتيك من قبل حزب النهضه وليس استراتيجيه، وليس الحقيقه بانه خطاب من خطابين. يعني عادة يتميز بها التيار الإسلامي تحديدا الإخوان المسلمين ربما الدروس الصعبة في مصر وليبيا والبلدان الأخرى التي وصل الإسلامي فيها للحكم جعلت هذه هي القناعة الراسخة عند المتابع بأن النهضة بأن يعني التيار الإسلامي يتمسكن حتى يتمكن وانت تقول لي لا هذا نهج ونحن توصلنا الى الاساليب الى العواميد او الاسس التي لن تتزعزع مع تغير الحزب. كيف يمكن ان تقنع المشاهد اليوم بان بالفعل ما تقوله هو صحيح؟ لا يعني اليوم شفتوا انتم بعد التجاذبات وثلاث سنوات من البناء السياسي توصلنا الكل يعني اتفقنا على وثيقه اللي هي الدستور واللي تبني لدوله مدنيه أسسها واضحة مؤسساتها واضحة توجهاتها واضحة فهذا اللي اليوم يجمعنا وإحنا ما يجمعنا ما يشي نوايا أو تحليل اللي يجمعنا هذا يعني اللي هو ملموس على أرض الواقع وهذا اللي قاعد يوجه فينا اليوم في الفترة الانتقالية ويوجهنا فأنا أبني على الدستور على القوانين والكلنا إن شاء الله والكل تعهد باش يبقى داخل اللعبة فلو أنا داخل اللعبة آه ما نمشيش نخرج نلوج على تحاليل هذا علاش الموقف نتاعي نبنيه على هالملاحظات هذه وعلى الواقع اللي ولا واقع في تونس حقيقه الدستور واقع في تونس القوانين آه واقع الانتخابات واقع فما فماشي حتى مبرر باش نمشي نشوف اعتبارات اخرى طيب مهدي جمعه لم يغضب اي طرف على الساحه التونسيه لا بهذا اللقاء ولا خلال يعني رئاستك للوزراء هل هذا دليل قوه حنكه سياسيه ام دليل على عدم الرغبه في اتخاذ مواقف حاسمه او عدم القدره المواقف الحاسمه لا المواقف الحاسمه اخذناها يعني لما لما تكون المواقف هذه متصله بالمصلحه الوطنيه يظهر لي الكثير يقدروا كون مواقف في في وقتها وبعد ساعات يعني مواقف فيها تحديات ولكن انا ما كانتش مهمتي باش نجي اغضب الجميع انا ارتأيت كونه اللي انجح الفتره هذه وارجاع شيء من الهدوء على الساحه السياسيه الأحسن نقعد على نفس المسافة من كل الأحزاب ونحاول نشوفوا اللي يوفق واللي يلم أحسن من اللي يفرق ويغطط أنا مستقل وسابقة مستقل وهذاك علاش حتى أرافض كوني يكون مكلف من, من, من أحزاب والفريق متاعي مستقل والحمد لله أثبتناه على أرض الواقع ولو كنت أريد الانتماء لحزب ولا واحد ينجم يمنعني وخاصة اليوم ولكن أنا هذا خيار مغرم بالسياسة شغوف بالسياسة ولكن السياسه للتحليل لا للتحزب جميل اي حزب يمكن ان تنتمي اليه من الاحزاب الموجوده اليوم على الساحه ولا اي واحد شكرا لك رئيس الحكومه التونسيه مهدي جمعه على مشاركتك معنا بصراحه كل التوفيق لتونس بكل الاوقات شكرا لكم بارك الله فيك شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه القاكم الاسبوع المقبل بصراحه